سياسيا، قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في الاجتماع الذي عقده مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن دمستورا في موسكو اليوم، قال إن روسيا تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها في إيجاد حل للنزاع في سوريا والجلوس على طاولة الحوار مع كافة أطياف المجتمع السوري بما فيها المعارضة السورية. من جهة أخرى، شدد لافروف على ضرورة تحديد جماعات المعارضة السورية التي تعتبر إرهابية وتلك التي تعتبر مشروعة قبل الجولة التالية من المحادثات بشأن الأزمة السورية المزمع انعقادها في فيينا.